قبل أن نبدأ، لا تنسوا إعزائي المشاهدين دعمي من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نبلغ عتبة المائة ألف مشترك في القريب العاجل بحول الله تعالى. قام وليد صادي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بزيارة تفقدية لملعب 5 جويليا بالجزائر العاصمة ثالث زيارة للمرافق الرياضية بالعاصمة بعد كل من مركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات الوطنية وملعب لصمون اللاعب براقي الملاحظ أن أرضية الميدان شبه جاهزة حسب الصور الملتقطة وتبدو في حال أفضل قياسا بما شاهدناه أمس بملعب ميلود هدفي بوهران خلال مباراة اتحاد العاصمة والفتح الرياضية المغربية جدير بالذكر الملابس يفتتح رسميا في وجه النوادي العاصمية بداية من منتصف هذا الشهر ومن المرجح أن ينتقل الاتحاد والملودية للاستقبال فيه محليا وقاريا.